السلام عليكم يا اهلا بيكم في فيديو جديد في فيديو ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل ايداع في منصة بايننس عن طريق انستا بي وازاي نعمل سحب من منصة بايننس على انستا باي هنبدأ الاول دلوقتي بطريقة الايداع في منصة بايننس عن طريق انستا بي. طبعا شرحنا هيكون على تطبيق بايننس على التليفون فنفتح تطبيق بايننس بالشكل ده تمام ونختار من فوق كده اضافة اموال التداول من شخص لشخص تمام اول حاجه اعملها ان انا اتاكد ان انا أختار العمله المحليه بتاعتي اللي هي اي بي اللي فوق دي. تمام اي من حد العمله العمله المحليه بتاعتي اللي هي الجنيه المصري تمام طيب دلوقتي انا محتاج اعمل ايه محتاج اشتري يو سي ولا هبيع دلوقتي انا هشتري تمام هدفع عن طريق انستا بي واشتري يو سي دي فافعل بتاع شراء بالشكل ده كلام جميل طيب هنا جايب لي العمله هشتري ايه يو سي دي تي كلام جميل المبلغ انا هشتري كام دلوقتي ونفرض مثلا ان انا هشتري ب جنيه فاكتب هنا مية جنيه تمام عشان بس يعمل لي فلتر على الناس اللي ممكن تدفع لي 100 جنيه او تحول لي ب جنيه يو سي دي تي اقول له تاكيد بالشكل ده وبعد كده اختار هنا الدفع اختار الوسيله بقى عندي هنا انستا بي بختارها بالشكل ده تمام هنا واقف على الكل انا بختار انستا بي بيشيل التحديد من على الكل ويحطها على الانستا بي ويقول له تاكيد بالشكل ده تمام هيجيب لي كل الناس اللي ممكن اشتري منها عن طريق انستا بي تمام طيب هنا في كم معلومه لازم تركز عليهم اولا بتختار الشخص اللي قدامه النقطه باللون الاخضر ده معنى كده ان هو اونلاين تمام ما تختارش حد يكون اللمبه قصاده مطفيه معنى كده أنه هو يكون اوفلاين تمام طيب ببص عليه تاني ببص على اجمالي الطلبات الراجل ده عامل كام طلب ده عامل 67 طلب تمام لو في حد عامل طلبات اعلى منه ممكن اختاره كلام جميل معدل الاكمال او الاكتمال ده مية في المية كل الطلبات اللي بتتبعت له بيكملها كلام جميل حاجة مهمة جدا هنا الوقت وقت تنفيذ العملية في ناس بتبقى حاطة خمستاشر دقيقة في ناس تانية بتبقى حاطة نص ساعة في ناس تانية لا حاطة ساعة فالموضوع ده بالنسبة لي أنا شخصيا مهم جدا أنا بختار الناس اللي حاطة مدة تنفيذ العملية خمستاشر دقيقة ممتاز جدا طيب الرينج هنا انا عملت فلتر ده بيقول لي ممكن احول لك من 90 جنيه لحد وسبعين الف جنيه ممتاز جدا ممكن برضو تبص على الكمية الكمية اللي عنده المتوفرة من اليو سي دي تي الراجل ده معاه 1572 يو سي دي تي ممتاز جدا اخر حاجة بوصلها بقى السعر لو هشتري كمية قليلة مش هيفرق معايا السعر قوي انما لو انا هشتري كمية كبيرة فطبعا ببص لايه القروش دي ده و18 قرش ده و20 قرش وهكذا في 24 قرش هو انا بيجيب لك ترتيب من الاقل للاعلى تمام انا بالنسبه لي ممكن اتجاوز اول واحد ده اللي هو 67 طلب تمام او الثاني ده كل دول ممكن يدفعوا لي انستا بي فانا ممكن اختار اول واحد ده تمام ده بيقول لي عمليه تستغرق 15 دقيقه اقول له شراء بالشكل ده طيب دلوقتي بيقول لي هتعمل ايداع بايه بالعمله المحليه ولا بالعملات الرقميه اقول له بالعمله المحليه تمام هعمل ايداع بقيمه 100 جنيه ادي 100 وهنا بيقول لي حدد طريقه الدفع اضغط هنا كده لان الراجل ده بيقدم الشحنة او الايداع باكتر من طريقه في انستا في بنك ترانسفير في بنك مصر في اليكس بنك تمام انا بالنسبه لي اختار انستا موضوعنا تمام طيب دلوقتي بيقول لي انت هتعمل ايداع 100 جنيه هيوصلوا لك 1 دولار و98 سنت كلام جميل قال له هنا وضع الطلب جايب لي هنا عنوان انستا لا مش جايب العنوان هو انا جايب لي الراجل ده بيقول لي نشط دلوقتي حاله المعلن نشط تمام بس مش جايب لي عنوان انستا بي هدخل دلوقتي على الدردشه واشوف العنوان اقول وضع الطلب تمام هضغط بقى دلوقتي على علامه الدردشه بالشكل ده تمام هو كتبلي لي الالوان بتاع انستا انستا بي فانا هضغط عليه بالشكل ده كده والراجل مشكورا كتبلي لي بيقول لي ده عنوان دفع انستا تمام نسخ بالشكل ده لحظات دلوقتي بدخل على انستا بي تمام واحول العنوان اللي انا عملت نسخة النسخ ده ادي آه تطبيق انستا بي بس طبعا التطبيق هيظهر معايا شاشه سوداء علشان الحمايه ادي البصمه هاخد لك بقى سكرينات كده تمام اختار من هنا ارسال نقود وهنا جايب لي اوبشن كتير انا بالنسبه لي اختار علامه الاد دي تمام علشان ادفع لمعرف انستا بي وبعد كده احط عنوان الدفع هنا لصق بالشكل ده واحط له مبلغ 100 تالي واللي انت هتحول 100 جنيه للعنوان ده تمام اقول له تاكيد بالشكل ده تمام بيطلب مني ادخل الرمز السري بتاع انستا وبعد كده اقول له انتر تم التحويل بنجاح دلوقتي هضغط على رمز السهم ده بيجيب لي علامه المشاركه انا دلوقتي هشاركه مع نفسي على الواتساب ال ال بفتح واتساب وابعته لنفسي على الواتساب ال تمام وبعد كده باخده سكرين شوت وبروح على باينانس وممكن اقول له تم الدفع تم التحويل لو طلب السكرين هبعت له السكرين ما طلبش السكرين خلاص مش هبعتها له تمام وبعد كده اضغط على عرض تفاصيل الدفع تم تحويل اخطر الباع وارجع هنا تاني على الدردشه تمام علشان اشوف رساله تم التحرير لسه مستر سانكيو ما حولناش تمام طيب هرفق له السكرين اضغط على اللينك الزائد دي تمام وبعد كده هختار رمز اللي في النص ده علامه الصور وادي الصور وادي السكرينه تاكيد في ناس بتعمل على طول من غير يعني سكرينات يعني هو مجرد ما وصل اشعار بالتحويل بيقول لك خلاص على كده وصلني التحويل تمام في ناس محترمه بتقول وصلني التحويل على طول يعني كل الناس محترمين يعني بس في ناس يعني ايه ذوق بزياده كده هو بيقول لك خلاص مش محتاج سكرين يعني لكن في ناس تبعت له السكرين وتفضل مستني زي كده يلا يا سيدي انجز قبل الكاميرا ما تفصل واحنا لسه بنصور الفيديو الاخ ده طول شوية مش بالعادة طبعا كل الناس بتطول بالشكل ده بس كويس ان يعني انت شفت الحالات دي علشان ما تقلقش يعني تمام يبقى التجربة كلها واضحة بالنسبة لك يعني الله اعلم طبعا بظروف الناس وكل واحد ليه عذره يعني ممكن يكون الراجل ده تليفون فصل شحن مثلا تمام مش وارد وارد ممكن يكون النت الواي فاي فصل عنده ممكن يكون شغال بيانات مثلا والرصيد بتاعه خلص اي ظروف يعني اي ظروف يعني ممكن تكون عنده فنستنى شويه كده لحد ما يتم التحرير تمام يلا يا اخو حسام يرجى انتظار تاكيد البائع وتحرير الاصل تمام تم استلام عملية الدفع الخاصة بك سيتم إرسال الأصل يو إلى حسابك كلام جميل طيب ارجع كده ده طبعا هعمل له تقييم سيء يعني تمام نرجع كده كان سلبي وعملة بطيئة ولا بلاش بلاش طيب احسن نرجع 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 هذه آه المحفظه انا رصيدي كان 18 دولار خمسة 85 سنت تمام نعمل اعاده تحميل رصيدي اصبح 20 دولار 83 سنت طيب بالنسبة للسحب من بايننس على انستا بي هخليه فيديو منفصل علشان الفيديو ده ما يطولش زيادة عن اللازم وهتلاقي الفيديو ان شاء الله موجود في وصف الفيديو وموجود في اول تعليق مثبت تابع طيب ان شاء الله الفيديو الجاي